بسم الله. قبل ما نقدم حرف الكاف دير مراجعة حرف الباء. ب با بن بو بو بون بي بي بين. حرف التاء تا تا تن تو تو تن تي تي تين. بالنسبة للكلمات اللي تجمع ما بيناتهم بابا بو بي بابون توتن باتا. نعودو بابا بابا بوبي بابون توتن باتا. بالنسبة لحرف الميم اللي شفناه حتى هو ما مو مي ما مو مي من من مين م ماما بومن ماتا. إذا الآن نقدم إن شاء الله حرف الكاف. إذا حرف الكاف تكتب هكا، ممكن ليه تكتب حتى هكا. بالنسبة للكاف اللي درنا فوق فتحة فوق نقراوها ك. حرف الكاف فيها الفتحة، زيدوا لها الألف ك. حرف الكاف فيها جوج فتحات تنسميوها التنوين بالفتح، نقراوها كن، كي بحال اللي تنزيدو لها التنوين النون في الاخر كن ك ك كن. الان غنديروا لها الضمه، نقراوها كو كو الضمه كو. نزيدوا لها الواو ونفس الضمة، هذه كو هذه كو. الآن جوج ضمات كون كون كو كو كون. الآن مع الفتحة مع القصرة، القصرة لتحت، القصرة هي واحد شريطة لتحت تنديرو لها كي. إذن كا كو كي كا كو كي كي تافو من التي هبط لتحت كي. نفس القصرة ونديرو لها ليا تتولي كي كي. جوج كسرات كين نوين نوين بالكسر كين. نعودو كا كا كان كو كو كون كي كي كين. إلا درنا حرف الكاف ودرنا فوق السكون تنوقفوا عليه ك. فاش تنوقفوا على أي حرف راه ما هذاك هو المخرج ديالو بالسكون
هذاك هو المخرج ك. اذا انت تنقف عليه بالسكون تنقول ليه ك. الان من بداك الحروف اللي قدمنا حرف الكاف والميم والباء والتاء نديرو شي كلمات. مثلا الى خدينا هذا الحرف ك وخدينا هذا الحرف اللي هو تاء وخدينا باء اذا عطينا ك تا با ك تا با. كلينا نديرو عاوتاني ف مع الكسرة كي كيتا بون كيتا بون. اذا ك تا با الفتحة فتحة فتحة كتابة هنا كتاب. إذا الجمع نتاع كتاب بالضمة كو تو بون كو تو بون. نديرو حتى الميم مك تا بون مك تابون مك تابون. إذن هنا هي الفتحة حرف الكاف والتاء والباء إذن تنقف عليها ك تا با كتابون كتبون. هنا مكتابون يمكن لينا نديرو حتى مكتبة مك تا با تون. اذا تاء في اخر كلمه تنكتبوها هكا وتنوقفوا عليها الا كانت في النطق ديالها مكتبه مكتبه. إذن نعود نقرأ ك ك كن ك ك كن ك ك كن عمودية ك ك ك ك ك ك كن كن كين ك. بالنسبة للكلمات كتاب كتاب كتب مكتب مكتبة. يمكن لينا نديرو نزيدو كاتبون كاتبون هو الذي يكتب الكتب كاتبون ك بالالف تيبون.